السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا موقع كويس جدا في البحث العلمي، لأن هو بيقوم بأكتر من حاجة. أولا بيساعدك في كتابة البحث بتاعك والمقالة بتاعتك. لو أنت عندك أي بحث على الكمبيوتر أو جوجل درايف ممكن ترفعه وهو يعمل لك فحص ليه، بيفحص البلاجيريزم إن هل في اقتباسات، نسبة الاقتباسات قد إيه، بيفحص برضو لو أنت مستشهد بأبحاث أخرى بيبدأ إن هو يفحصها لك. لو أنت عايز تنشر ممكن برضو يجيب لك الجرائد اللي انت ممكن تنشر فيها، زائد ان انت تقدر تبقى بلاجن معاك جوه الوورد، جوه كروم، جوه فايرفوكس، وهكذا موجود معاك في اي مكان تقدر ان انت تستخدمه بلاجن جوه الاداة اللي انت بتستخدمه. تمام. طيب خلينا نقول له مثلا نيو فايل، هو في تشيك على طول اي حاجه بتكتبها فيها اخطاء يبدا ان هو يفحصها ويجيب لك التصليح بتاعها. هو بيقول لك هيديك نتيجه اكتر كل ما تدي له اسم بتاعك والدوكيمنت تايب، هل هو اكاديميك رايتنج فهيخلي باله من حاجات معينه، ولا جنرال، هل انت بتستخدم البريتش ولا الامريكان، الستايل جايد بتاعك، والبيبر تايب، هل هو ريفيو ارتكل ولا اوريجينال ارتكل، سبجكت اريا. طيب وليكن مثلا هنكتب تورست ان ايجيبت، طبعا في خطأين في الجمله ديت. تمام. هو يبدا ينبهنا ليها ان هي الحروف الكابيتال في اول الكلام، فانت تبدا تختار التصليح بتاعك. لو انت عايز تفتح اي ملف تقدر تفتحه من الكمبيوتر بتاعك او من اون درايف او من جوجل درايف او دروب بوكس، وتبدا ان انت تعدل او تتاكد من الاقتباسات والاستشهادات والبلوجريزم اللي موجود. جورنال فايندر، بعد ما تكتب البحث بقى وعايز تلاقي جورنال تنشر فيه، فهو عنده قاعدة بيانات تقدر تختار منها قاعدة البيانات اللي انت عايز تنشر فيها. طيب خلينا نقول له get start، حط له بقى الابستراكت وهو هيدور على الجورنال اللي مهتم بنشر حاجات زي كده. هقول له سيرش جورنال، هو يبدا يعمل البحث ويعمل لي ريكومنديشن باهم المجلات اللي بتنشر ابحاث بمهتميه بحاجه زي كده. وممكن اقول له والله انا عايز الاندكس بتاعي المينيمم كذا والماكسيمم كذا، الامباكت فاكتور انا مهتم مثلا بنشر الامباكت فاكتور قد ايه، وهكذا. تقدر تحدد الدول اللي انت بتنشر فيها حسب المطلوب منك من الدكتور مشرف على الرسالة او الدكتوراه وكده.